مشاهدينا، ونحن نتحدث عن حملات حظر الحسابات اليمنية والعربية المطبعة مع الكيان الغاصب، تتبادر إلى الذهن مواقف الانتقال وقياداته المطبعة والتي عبر عنها زعيمهم عيدروس الزبيدي صراحة حين قال إنه لا مشكلة لديه في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إن كان ذلك سيصب في صالح تقسيم اليمن. المتابع اليوم يرى بوضوح كيف يحاول بعض الإعلاميين التابعين للانتقالي ووسائل إعلام تابعة للمجلس المدعوم من الإمارات، يرى بوضوح كيف يحاول هؤلاء النيل من المقاومة الفلسطينية والترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي. في هذا السياق أعاد ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي أو أعادوا تداول فيديو يظهر فيه عناصر تابعة للانتقالي في عدن وهي تمزق لوحة فيها علم فلسطين واسم غزة. نتابع. Thank you.